في مره واحد اللي هو بيقول لك يا شبيه عمر، انا فرحت بهذه الكلمه ان شاء الله تكون شبيهه خلقا وخلقا. يا رب امين يا رب يا رب امين. ويقويك ربنا ان شاء الله. والجماعه دول اللي بيشبوا في سيدنا عمر، سيدنا عمر لمؤاخذه لو بال عليهم لطهرهم. والله ربنا قايل من الكويت. اما نشوف وائل. استاذ وائل تفضل. استاذ وائل استاذ وائل كيفك يا شيخ؟ نعم نعم كيف احوالك؟ الحمد لله ان شاء الله بخير. ارجو ان تعطيني صحة الصدر وانت واسع ان شاء الله. طالما في حدود الادب فانا معك بصدر رحب جدا ورهن اشارتك. حياك الله. لا انت ان شاء الله شيخ وكريم ومكرم ان شاء الله. حياك الله حبيبي. تفضل تفضل. حياك الله وبياك. حياك الله يا فضيلة الشيخ. الله سبحانه وتعالى يقول: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. انا قرات حقيقه وسمعت لك حديثا اكثر من مره تردده على ان عمر بن الخطاب كان تفر منه الشياطين، وقول النبي صلى الله عليه واله كما اخرجه الترمذي: اني لانظر الى شياطين الجن والانس قد فروا من عمر. وكذلك قوله صلى الله عليه واله ان الشيطان يفرق من عمر. كذلك قول النبي صلى الله عليه واله ان الشيطان لم يلق عمر منذ اسلم الا خر ساجدا لوجهه. اقول فيها معنى عميق وهذا صحيح، لا كما يقول الشيعه ويزعمون انه حديث غير صحيح، بل فهي دعاوى ليست من العلم في شيء، بل هي نصوص صحيحه وصريحه في المضمون. في معنى عميق وهو انه زعيم الشياطين ودخوله في الاسلام هو الغايه الغوايه والذي رسمه له ابليس الشيطان الجن. وحقق جزءا منه في تحقيق الوعد الالهي. لذلك قال: يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا القط الا سلك فجا غير فجك. بينما كان يتحارش في الانبياء لم يترك نبي من الانبياء الا حاول ايذائه والايقاع به، حتى قال على لسان حتى قال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه واله القران الكريم: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. وقال الولي الذي مع موسى قال: ارايت اذا اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما نسيت الحوت الا الشيطان ان اذكره. نعم. واتخذ سبيله في البحر عجبا. وكذلك قال على لسان موسى عليه السلام: ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من ماذا؟ من عدوه. نعم. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: ان هذا من عمل الشيطان. ماشي. وبعدين اذن الشيطان لن يترك الانبياء ولا لا ترك ترك ترك. اصبر 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 اصبر. عمر الى لم يكن عمر زعيم الشياطين. اصبر 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 اصبر. لا ترك. النبي لما قيل له: الك القرين؟ قال: نعم، ولكن اعانني الله عليه فاسلم. ما رأيك في ذلك يا استاذ وائل؟ نعم، حديث صريح كالشمس. قال نعم ولكنني أعانني الله عليه فأسلم. أنا سلمت منه وجاءت الرواية على روايتين، فأعانني الله عليه فأسلم. أعانني الله عليه فأسلم. ها؟ يعني عمر أسلم؟ عمر أسلم؟ مين اللي أسلم؟ القرين أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر اسلم. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انت بترى ان عمر هو القرين؟ ها؟ انت ترى ان عمر هو القرين؟ اعان الله على الشيطان فاسلم. من هو الشيطان؟ الشيطان عمر؟ الشيطان ابوك. الشيطان الرافضة امثالك. الشيطان هو الرافضة امثالك يا كفرة. انتم متى ستسلمون؟ متى ستتقون الله دون محاربة الصحابة الكرام؟ النبي قال: عمر في الجنة وأنت خبيث يا ابن الخبيثة. تريد تقول أنه شيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان النبي بعدي لكان عمر. وأنت تقول القرين هو عمر؟ إلى متى المعممون الخبثاء الأنجاس الأرجاس يعني يأخذونكم كالبقر يا بقر ويدرونكم إلى المصار إلى 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 الحرث؟ ها؟ متى؟ إلى متى وأنتم تحقدون على الإسلام وأهل الإسلام؟ إلى متى يا أخبث خلق الله تسبون أخيار الخلق؟
قال الشعبي إن هؤلاء الأخباث الرافض فضلوا اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا موسى. وقيل للنصارى من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا عيسى. وقيل للأنجاس الأرجاس هؤلاء الأخباث الروافد الكفر الفجرة، قيل لهم من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا محمدا. يا أخبث من الشيطان، لو كان الله جل في علاه يحب محمدا أيبتليه بصحبة شر؟ لذلك مالك قال هؤلاء قوم أرادوا السب في النبي لكن ما استطاعوا، الأمة كلها ستقوم عليهم، أرادوا السب في النبي فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، فقالوا اصطفى لهم إيش؟ اصطفى لهم خبثاء، سبوا في الصحابة لأنك لا تسأل عن الصاحب سأل عن صاحبه، فسبوا الصاحب سب للأصل، أرادوا سب النبي هؤلاء الأخباث. ولذلك شوف يقول، يعني لما بقول له أن النبي قال أعانني الله عليه فأسلم، يقول لي هو عمر أسلم؟ أسلم يا ابن الخبيثة، أسلم يا 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 فاجر، أسلم وعمر والذي قهركم جميعا، يا أكفر أهل الأرض، يا أخبث أهل الأرض. ولذلك الشعبي كان الشعبي أنا واخدكم في الزاوية، في الزاوية قال لو خلقكم الله طيرا لكنتم رخما، ولو خلقكم الله بهائم لكنتم حميرا. والله الحمير نعتزل له، نعتزل للحمير، أنتم أقل من الحمير. يطلع أحدكم ويقول بأن ذرات الكون يتحكم فيها علي بن أبي طالب الذي لا يملك نفسه نفع ولا ضر. نعم هات اتصالات. ما هو هؤلاء القوم لو جلسنا في كل المحاضرة على خبثهم ونجاستهم لما انتهينا، وهذا دفاعا للصحابة الكرام. تفضل مع الأستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفق بنفسك يا سيدنا. لا أنا لا أرفق، أنا أطير الغلس. فسبوا الذين يدعون الله بغير، فسبوا الله عدوا بغير. لا أنت هذا في غير محلها، هذا استدلال في غير محله، هذا استدلال في غير محله. القوم ينتقصون من الصحابة ويطعنون فراش النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي، هم الصحابة أعز من الله عز وجل، ربنا أمرنا تمام ان احنا ما نسبش اللي بيسب يا ابن الحلال. هذا كان في اول الاسلام. اسمع 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 اسمع، ليش تقول هذا الكلام؟ والنبي قال على الخوارج كلاب اهل النار، وقال يخرج من ضد هذا الرجل اقوام يخرجون، قال لا تبوا حناجرهم. هم تبت يدا بلهب وتب. فالمساله في غير محلها. لو عندك سؤال اتفضل استاذ. طبعا شيخ محمد رضي الله عنك يا ام وائل، كل سنه وانت حضرتك طيب، وانت بالصحه والسلامه والسعاده والسرور. علق الله على الانجاز، ولاد الانجاز دول علق الله عليهم، ربنا يحفظك من شرهم ومن اذاهم. وتقول لي ادعي لهم، ده الشياطين يأسلموا، هم ما يأسلموش يا شيخ محمد، ادعي لهم بايه؟ ده ما يسألش اسلام دي، ده بلاغين. والله والله من يتهم عمر بانه شيطان، ويتهم ابو بكر بذلك. حقا ما حدش يعترض الا هو واهله اجمعين. والله بيت والي يا شيخ محمد. تفضل يا حبيبي. الاستاذ وائل بتاع الكويت هو له 440 اسم. هذا الخبيث ابن الخبيثه الذي تكلم عن عمر وقال عمر شيطان، هذا ابن اللئيمه ياتينا، ابن الاخناء ابن اللئيمه ياتينا يتكلم عن عمر، وعمر الله جل في علاه نصر به المله. عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كان نبي بعدي لكان عمر. عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمر في الجنة، وقال النبي على عمر وأبي بكر هم السمع والبصر، وزير رسول الله يا خبيث يا ابن الخبيثة، أنكأ بها في نحوركم جميعا المعممون الأنجاس. عمر وسيف عمر البطار الذي كهر كسرى وقيصر، هم يتندمون عبدة النار هؤلاء المجوس، مجوس هذه الأمة الرافضة الخبثاء، نعالهم في العراق وهم يعني يقمعون هناك في إيران. عمر كسرهم، لذلك لا يطيقون اسم عمر. عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأه يمشي هو ويمشي معه أبو بكر، قال العلي بن أبي طالب ترى هذين هما سيدا كهول أهل الجنة.
رضي الله عنه وارضاه. وعمر في مناقبه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا إهن يا عمر، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. قال فرق منك الانس والجن لقوته في الحق. وزير النبي الثاني. نعم.